هنا تتجلى صور العنصرية التي يمارسها الاحتلال، معاناة مستمرة ومتواصلة يعيشها المواطنون في بلدة حوارة التي تعيش وضعا مأساويا، خاصة مع قرار الاحتلال بإغلاق المحال التجارية في هذه البلدة. وضع الجميع بيشوف طبعا قبل بداية الهجمة الأولى كيف تم تسكير حوار حوالي 7 أيام، لكن برحيات بالأمس طرحوا لنا أنه راح يتسكر 24 ساعة بلدة حوارة كامل، ولا محل يفتح على طول 5 كيلو متر. ونتشايف الجيش ورانا تفتيش السيارات الرايحة والجاي في المنطقة، واعتلوا عدة عمارات حوالي 5 عمارات زائد 15 نقطة عسكرية على طول الشارع زائد مشاة أكثر من 200 جندي. وفيما تسمح للمستوطنين بالمرور بمركباتهم بحرية تامة، أحكمت قوات الاحتلال حصارها على بلدة حوارة من خلال تجديد الإجراءات على دخول وخروج المواطنين عبر الحواجز العسكرية المقامة على مداخلها. تعطيل العمل الاقتصادي في هذه المحافظة بشكل عام وفي هذه البلدة يعني يؤثر يوميا مليونين شيكل في عجز في الاقتصاد في هذه البلد، يعني من 400 محل تجاري على امتداد الشارع يمين وشمال، 20% من المواطنين من أهل حوارة و 80% من خارج قرية حوارة الموجودين عندنا، وهي عبارة عن شركات كبرى اللي موجودة داخل البلد عندنا. فيعني أنا بقول لك تقدير مليونين شيكل يوميا في خسارة في هذا البلد بالنسبة للاقتصاد. ويتعرض مواطنو بلدة حوار لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث تعطلت كافة أشكال الحياة في هذه البلدة بفعل هذه الجرائم. إجراءات الاحتلال هنا في بلدة حوار تأتي في سياق سياسة العقاب الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق أبناء هذه البلدة الذين يعيشون أوضاعا مأساوية في ظل ما يقوم به الاحتلال ومستوطنيه. من بلدة حوارة، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.